لقاء تاريخي فتح مرحلة جديدة للمصالحة الوطنية والوحدة والسلام والازدهار، هكذا رأى الإعلام الرسمي الكوري الشمالي القمة الكورية الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، وذلك في رد فعل جاء بعد ساعات من القمة شكل جزءا من تغطية الإعلام الكوري الشمالي المحدودة للحدث على أهميته. بيونغ يانغ اعتبرت القمة معلما بارزا جديدا في تحقيق الازدهار المشترك ونقطة تحول لشبه الجزيرة الكورية. خلال المحادثات تبادل الجانبان بشكل صريح وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك قضايا تحسين العلاقات بين الشمال والجنوب وضمان السلام في شبه الجزيرة الكورية وإخلائها من الأسلحة النووية. وبعيدا عن بيونغ يانغ، أعرب وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيز عن تفاؤله بحل الأزمة الكورية، بل وذهب إلى أبعد من ذلك حين تحدث عن إمكانية دراسة سحب القوات الأمريكية من شبه الجزيرة الكورية في إطار مفاوضات معاهدة السلام. إذا كانت هناك معاهدة سلام، هل تحتاج القوات الأمريكية للبقاء متمركزة في شبه الجزيرة الكورية؟ هذا جزء من القضايا التي سنناقشها في المفاوضات مع حلفائنا أولا، وبالطبع مع كوريا الشمالية. لذا أعتقد أن علينا الآن متابعة تطور الأحداث والتفاوض، وعدم محاولة طرح شروط مسبقة أو بناء افتراضات. التفاؤل الحذر في حديث وزير الدفاع الأمريكي سبقه إليه رئيسه دونالد ترامب، فمتحدثا خلال مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية وصف الرئيس الأمريكي القمة الكورية بالمشجعة، لكنه أضاف أنه لن يكرر أخطاء ارتكبتها إدارات سابقة، وسيواصل الضغط على بيونغ يانغ لحين تنفيذ نزع السلاح النووي. وحذر ترامب من أنه لن يكون عرضة للخداع من قبل زعيم كوريا الشمالية.